9:40 لموزايك فيم نحكي على مسرحية ما عادش للممثلة المسرحية سماح الدشراوي. معنا بالتليفون من بلاريجيا ولاية جندوبة. مرحبا سماح. ألو سلامة هجورة، شنحوالك؟ شنحوالك انتي، شعاملة؟ لبيت الحمد لله، يعني شوية تراك وشوية فرحة وبرشة برشة فرحة برشة فرحة. تراك هذيك بداية العرض، بداية العرض مازال ساعة غربع تقريبا، العشرة نتاع الليل يبدأ. احنا اختفناك لحظات قبل وانت في اللوج تحضر في روحك. نحكي على مسرحية ما عادش، مسرحية كوميدية تتحدث على امرأة وتتجسد في أربعة شخصيات رئيسية ملت العيش في كوكب الأرض فقررت التوجه للفضاء. هذه مش متاع باش نهج، باش نخلي لكم الكرة الأرضية الكل وباش نمشي. ورغم ان المسرحية كوميدية ولكن هي تربي خرافة، تطرح أفكار بطريقة شعبية، وحاولت سماح الدشراوي من خلالها البحث عن سماح الدشراوي التي تريد بعد غياب 10 سنين على المسرح، ومسرحية الكاروسة اللي كانت نجحت برشا في 2012 اليوم ترجع سماح بمسرحية ما عادش في بلاريجيا. قبل كل شيء قل لي كيفاش الطقس عندكم، خاطر سمعنا مطر صبت في برشا جهات. اي صبت شوية مطر عند مع الكيكة الخمسة كيكة ميتوا طقس مزيان على الاخر، دونك جيت مواتي، عرفتك اللي الطقس محليه نتاع باش يتعدى عرض مزيان ان شاء الله يتعدى العرض محليه. كيفاش كانت التحضيرات للعرض في بلاريجيا؟ به انا متشوقه على الاخر للعرض لانه عندي مود نحب نعرف في مهرجان بلاريجيا، خاطر هو الاسباس ديجا فيه انرجي ياسر محليها، يعني اي ممثل يتشجع وتزيدوا انرجي باش يعرض على المسرح، ومع انه الجمهور يستنى وسمع عليها، دونك يكلموا فيا وقتاش باش تجينا وقتاش، معناتها وانا في بلادي توا في جندوبه. والبارح عملت زاد عارض في دشره نبر اللي هي دشره نبر، يعني من اصولي والدي من دشره نبر، دونك نلقى روحي في عائلتي البارح واليوم. البارح واليوم تونس الكلها عائلتي، لكن ديما كل البلاصه وين تولدت والكل وذكرياتك والكل فيها خصوصيه في احساسك والكل، دونك فرحانة. البارح تعدى عرض مانيفيك بالحق، جمهور راقي على الاخر، مهرجين في غاية التنظيم، دي جون الكلهم محليهم، واليوم زاد في مهرجان بلاريجيا نشكرهم الكل، سي شكري المديوني مدير المهرجان، القايمين على المهرجان الكل، ظروف ياسر باهية وياسر تشجع أي ممثل باش يكون موجود. الجمهور زاد يستنى بشغف وان شاء الله يتعدى عرض مزيان ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كيما عرض البارح وعرض اليوم، عملت برشا عروض في دشره نبر، في منزه سيسي، مدينه العلوم، في العاصمه زاده، في المسرح البلدي، اليوم في بلاريجيا. وانت ما جيت شفت انت جيت الكاروسه في لافون بروميير المره هذه، فاتتني ما عادش، لكن لازمني نجي ان شاء الله. اول عرض يكون في العاصمه، المره الجايه نجي سماح المسرحية ما عادش. شنو انت تمشي برشا بلايص، دونك اسكو فما حاجات تبدلهم مرتجله كلمات الجمهور البلاد هذيك ولا المدينه هذيك؟ والله ساعات حاجات مرتجله تجيب طبيعتها، ولا ساعات تجي هكا بديزاكسيدون، ولا حاجات بالوقت مرتجله، حاجات خصوصيات يمكن كل منطقه ولا كلمه معينه نلقى لها هكا تجي سبونتاني، اذا حسيت روحي سافا، فهمت، اذا حسيت انه تنجم تكون موجوده. لكن وزيد ساعات تصير امبروفيزاسيون، تو مثلا كيما البارح صارت انا ما فقتش بروحي، فهمت، انه حسيت انه يلزمها تتعمل، فهمت، دونك تعديت ياسر محليها وشفت لي مومون دوما اللي سبونتاني واللي كل مره يعطي روح جديده للعرب، هما ما همش مخدومين اما كيف تحسهم يتوجدوا، يعني يفرضوا رواحهم بطبيعتهم. كل عرض الخصوصية متاعه، وزاد كل جمهور عنده انرجي خاصة به اللي تتشاركها معاه، يعني وكل عرض ما يشبهش للآخر، كل عرض هو أول عرض. وانا هاني حكيت لك توا ديجا ان شاء الله باش يكون فما حضور جماهيري كبير يستناو الكلهم، وانا زاد نستنى باش خاطر رايهم مهم، وعلى خاطر كيما حكيت لك المهرجان عنده خصوصيه وكل. وانت حكيت على المسرحيه وحكيت عليها جلوبال مو، لكن هذاك هو يعني اللي حكيت ولخصت الخرافه.
في أبعادها الكل. هي مسرحية فيها صبغية كوميدية وفيها برشة ضحك وكل، لكن زادة فيها دي ميساج، فيها إيموسيون، فيها سختو الأمهات يلقاو رويحهم برشة اللي جون كيف كيف. حاولت أنه أنا نخدم على ما نخدمش برشة على حاجات يعني حاجات اللي هما بتتخ ما يتحكيش عليهم، نعيشوهم يوميا لكن ما ديش الفرصة انك تحكي عليهم. وقت اللي تراهم على المسرح تولي تقول يا ذيك زيدة عشتها ولا أي. ولا يا حس كيفي يا ذي زيدة انا عندي منها مش وحدي، وذيك اللي يخلي ولا مانيش وحدي، وذيك اللي يخلي الببليك هكا يتفاعلوا وحتى وهما خارجين ويعاودوا لي في الكلام، وانا ذيك يخليني مرتاحة اكثر ويخليني من عرض العرض نزيد نحس انه معناتها باش نزيد نمشي به الأبعد. في البداية كانت معك في الإخراج وفاة أبوبي، حاليا خالد بوزيد ينضم لفريق المسرحية، يبدل منك ولا من المسرحية؟ تعرف خالد شد لي بالعرض ملي بدأ معايا خالد، وهو بالديتاي هذه راك عملتها هك، هذه راهو درشت هو، وهزني بالحق، هزني المرحله اللي انا نورمالمون نوصل لها، لكن هو قربني ليها اللي يلزمني نكون معناتها نخدم وانا عامله جو، خاطر انا ساعات عندي الكاركتر نتاعي سيريوز اكثر شوي من اللازم، معناتها تولي فك الجديه اللي ساعات فما سبونتانيتي تولي دي عمل. دونك خالد وصلني للمرحلة ذيك اللي أنا فما السيريو نتاع الخدمة لكن فما البليزير، خاطر الممثل يبدأ على خدمة يكون هو شيخ شخصين ويتنفس في البيرسوناج بالحق بصدق ويعطيهم الديتاي سورتو الديتاي. دونك خالد نقول له ميرسي خلود، احنا 10 سنين راهو وبلوس نفهموا بعضنا برشا وخدمنا على الكوميك برشا، خدمتوا برشا على الكوميك والناس يتفكركم بطبيعه الجمهور العريض في مسرح برشا، خدمنا الميم اول مسرحيه في الميم، يعني معنا أنور شعافي ونقدم له تحية، أنور عمل لك اكسبيريونس مزيانة برشا في الميم، ودونك احنا وعملنا زاد مع سي فتحي العكيري مسرحية تحت الرقاب المشدد. دونك احنا في الكوميك عندنا ثنية مع بعضنا نفهموا بعضنا أبطال اللي احنا أصحاب برشا، دونك هالميلانج هذا قاعد يولد في حاجة مزيانة. بالنسبة للغون بيبليك اللي تدخلوا تلفزة للدار ماهوش ياسر مسرح يعرف خميسة والفاهم ونسيبتي العزيزة قداش انتم خدمتوا فيها مع بعضكم، لكن كي تبدل المخرج في وسط معناها على طول البروسيسوس متاع عرض المسرحية، خاطر المسرحية هي حاجة تتكون وتكبر وتتشكل وفي متاع حياتها الكل يأثر هذا عليها وإلى يأثر عليها ولا شوف هو حاجة مزيانة أنا عايشتها بكونش مركزة فيها، لكن في الأول قبل ما يبدأ العرض يبدأوا معناتها يحطونا في الإطار ذي، بعد يوفى العرض نساو وين نقول سبيا لأنه جاء وشافوا حاجة مختلفة. وذاك الباهي أنه كي يحضر بيرسوناج آخر ينسيك مش بالخايب ينسيك بالباهي، يعني سيتان بلوس مش معناتها يتنسى الآخر لكن ينضاف كوتي آخر اللي هما ما يعرفوهش، وطبيعي لأنه أنا ما شافونيش برشا في التلفزة، يعني والتلفزة هي أقرب التلفزة جماعة معناتها احنا في الدومين جماعة المسرح ولا اللي يتفرجوا في المسرح يعرفوا اللي أنا عاملة دوتخ بيخفنا جميل، جمهور التلفزة ما يعرفش. دونك هذه فرصة وهو يتفاجأ ويحب وما يسألنيش، وأنا نفرح لأنه بعد العرض إذا يسألنيش على اللي فات يبدأ يحكي لي على توا كما على توا وعلى جديد أي يشدوا حاجات من العرض يعودوا فيها ويضحكوا عليها ومستهم زد حاجات يقولوا لي ما مستنا المومون هذيك خاطر احنا عشناه خاطر انا وهذا يفرحني يعني، وهذاك هو الممثل ما ينفيش اللي فات ما ينفيش اللي جاي وكله هو معناتها يهز باش انك انت تتطور من العرض وتكتشف روحك في كل مره والمسرحيه بيدها هي ساعات فما مسرحيه من تقعد سنوات من الاول ومن الاخر ماهيش كيف بالكل كما مسرحيه ما عادش ليله على مسرح بلريجيا ولايه جندوبه العشره نتاع ليله، احنا خذيناك لحظاتك هكا نحيو لك شويه تراك تتعدى في العطين تفدلك شويه تضحك شويه على موزايك فيم وبعد لحظات تكون على المسرح يعيشك يعطيك الصحه برشا ميرسي الموزايك متابعيني ديما والله حاجه تشجعني على الاخر ميرسي يعيشك يعطيك الصحه نقول لك ان شاء الله بون سبيكتاكل يا سماح ونسلموا عليكم على اللي تسمعوا فينا في ولايه جندوبه الكل.